بحاله ولا لو لا لو لا لو لا خلي اللي يحسد يحسد حنا خلاني نورد نبقى عايش بحاله ولا لو لا لو لا لو لا لا وتعقدت المسألة هادي ماشي معانا إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يهمني إن إطلالتي تعبر عن شخصيتي، وبنفس الوقت يهمني أكون مرتاح سواء كنت في الشغل أو مع الأصحاب. عشان كذي تيوبو رويال ميكس هي خياري. التميز الياباني بخبرة تزيد عن 100 عام، ولهالشيء أثق بأقمشة تيوبو ولا أختار غيرها. يوم أبغي تفصيل كندورتي سواء بالشتاء أو بالصيف، فهي فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة. متوفرة في الإمارات، عمان، قطر، البحرين، الكويت والسعودية. تيوبو ideas and chemistry. بعد تكريم مركز دار العيون واختياره أفضل مركز متخصص في البريمي عن عام 2016، وبمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن إضافة تخصصات جديدة بمركز دار الشفاء الطبي الحديث، والذي يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الأسنان والأذن والنساء والمختبر والأطفال والعيون. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على 964-06-117 24-566-18 البريمي 25-65-15-35. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أول مرة دائماً يقول لك اللحظة الأولى لها شعور مختلف. تذكر أول مرة دخلت فيها المدرسة، تذكر لما صار عرسك، تذكر لما كان يهنونك، تذكر لأول مرة تسمع فيها كلمة بابا، أول مرة تشغل فيها السيارة، أول مرة استلمت فيها الراتب، أول صورة تجي في ذهنك. تتذكر مرحلة طفولة مرت عليك شخصية ما تنساها، مثلاً بطل معروف عالمي شفته لأول مرة، كيف كان شعورك؟ نجم تعشقه وتحبه من طفولتك شفته لأول مرة، أول مرة في سفرة من سفراتك تتعرض لموقف ما تنساه، منظر لأول مرة تشوفه، مشهد في الحياة يمر عليك لأول مرة. هات حكايتنا أول مرة، باختصار أول مرة. أول مرة لدي يقولوا الحب عسية، لدي يقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا الدنيا فرح وشوع، ويا سبح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني، ويا سبح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني، أول مرة. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في بث حي ومباشر عبر أثير إذاعة الشباب. كل يوم اثنين من الساعة 8 إلى الساعة 10 متواصلين معاكم ساعتين على الهواء من خلال هذا البرنامج الحي والمباشر تحت عنوان أول مرة. أول مرة برنامج أسبوعي يطل عليكم عبر الأثير، ومن خلال هالفكرة البسيطة السهلة السلسة حابين نوصل يعني مواضيع كذا بسيطة حلوة للمستمعين اللي قاعد يتابعونا، وخاصة في هذه اللحظات بعد عناء يوم إن كان من العمل أو الدراسة أو كذلك الجد والاجتهاد. وقاعد أسمع حركات في صوتي كذا بيز وإيش الدلع هذا، أرجوك شملي اليوم مزاجه عالي. زين إيش يقولوا لك؟ يعني دائما الإنسان بعد يعني يوم يحتاج له شوية كذا ينفح عن نفسه، وخاصة لما تجي كذا مواضيع تعزف على الأوتار الجميلة في حياته. فكل مرة احنا في كل أسبوع نختار موضوع معين ونطرحه ونشوف ردة فعلكم عليه، ونشارككم وتشاركونا كذلك ملاحظاتكم وذكرياتكم حول الموضوع اللي احنا نطرحه. فأكيد اليوم بيكون عندنا موضوع حلو،
أتمنى يا رب أن ينال على رضاكم وإعجابكم. تحية لكل إن قاعد يسمعنا في هذه اللحظات، إن كان في السيارة، في البيت، في المقهى، في الجيم. حلو الجيم، يعني اللي قاعد يضعفون الحين أحقد عليهم أنا بصراحة، هم يضعفون وأنا أمتن. المهم واللي يأكلون يأكلون وما يمتنون بعد أحقد عليهم صراحة، وأنا أكل يمكن نص خبزة يزيد عندي 20 كيلو. ونمسي كذلك على كل اللي قاعد يتابعونا عن طريق الأنستا لايف، هذه الخدمة الجميلة والعجيبة اللي أعشقها بشكل دائم. أحب أتواصل مع جمهورنا الحبيب إن كان من داخل وخارج السلطنة عبر هذه التقنية الجميلة في الانستغرام. اللي يتابع حسابي ممكن يتابعنا، أو اللي عنده حساب في الانستغرام ممكن يتابعنا حاليا. احنا في بث حي ومباشر، ممكن تشوفوني حاليا في الاستوديو وتسمعوني من خلال المذياع. طبعا بيجوني بعد فترة بعد اتصال بيقول احنا ما قادرين نسمع صوت المتصل. ما أقدر أخليكم تسمعون صوت المتصل، لأن إذا خلينا صوت المتصل بعد ينسمع خلاص بيصير عندنا صدى هنا عرس به، فتقنيا ما يمكن. عموما أشكركم كثير على حسن المتابعة، تابعوا حلقة اليوم وأتمنى يا رب أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. حياكم الله ومساكم الله بالخير، وتحية برنامج أول مرة من عبد الله السباح ومحمد الشملي بصوت رابح صقر في يوم واحد. كل ما حولي تشابه، كل واحد مثلي واحد، خدت عني يوم واحد صار عندي كل واحد. كل ما حولي تشابه، كل واحد مثلي واحد. انقطع حبل الرجابة، صارت دروبة تشابه. كل واحد مثل واحد، من سرت دربه مشيابة. انقطع حبل الرجابة، صارت دروبة تشابه. كل واحد مثل واحد، غطفت عني يوم واحد صار عندي كل واحد.
هذا بايع هذا سايم هذا جايع هذا صايم هذا صاحب هذا جايم هذا عاذب وهذا حاسد هذا بايع هذا سايم هذا جايع هذا صايم هذا صاحب هذا لايم هذا عاذب وهذا حاسد ونرجع لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام وحياكم الله في برنامجكم الإذاعي أول مرة. هذا البرنامج اللي يبث عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم اثنين من الساعة 8 إلى الساعة 10. مبدع اليوم لشملي، لا 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 لا، إيش الحركات هذه يا أخي؟ حسيت صوتي صوت مخملي كذا. لا لا صح صح، لا لا جد جد جد، يعني إيش النغم الجميل هذا؟ وينك من زمان يا الحبيب؟ ايه لا 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 اليوم غير، لا لا اليوم غير 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 غير. المهم اليوم حلقتنا كالعادة دائما نختار لكم موضوع، والموضوع دائما كذا يلامس ذائقة بإذن الله ذائقة المستمعين كان من داخل وخارج السلطنة. فحنا دائما في كل حلقة نطرح فكرة لو، أو بمعنى أول مرة استخدمت شيء من هالنوعية. فاليوم قلنا أول مرة مع الإنترنت كيف كانت؟ تذكرون أول مرة استخدمت فيها الإنترنت أو عرفت شيء اسمه الإنترنت؟ يعني أنا أذكر مرحلة شلة الماسنجر، أتوقع الحين اللي تابعوني الماسنجر والغرف الدردشة، أي وفي نفس الوقت وفي نغمة كانت عشان لما يشبك الكونتاكت عشان يصير اتصال. يا الله طبعا جهاز أي ها سمعوا 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 جد، وتقعد تنتظر انت ان دي سي ال كان اسمه ايه دي الاب ومد. المهم هذه الوشه لما تصير يعني اور خلاص مسك الخط. فتخيلوا كانت هذيك الايام ايام مو طبيعيه، لما تحس ان الشبكه قاعد تقطع ولا، وانتشرت حتى مقاهي الانترنت. الحين حتى مقاهي الانترنت بدت تختفي او اختفت نوعا ما. فكان اللي كان عنده جهاز كان فيه سي بي يو طبعا نفسها، بس الشاشه كانت ما شاء الله ضخمه، ولما يفتح لك عاد المواقع كان الاي اكسبلورر عشان المحرك البحث، بعدين طلع هذا بالنسبه لمحركات البحث. وحركه يعني اذكر حتى الماسنجر لما بدا يتطور شويه كان عباره عن طباعه رسائل، بعدين شوي شوي صار انك ممكن ترسل صور، بعدين شوي شوي صار ممكن تسمع صوت، وكان بعدين في كاميرا وصار اي تشتريها بالحالها عشان تركبها عشان تتواصل مع ناس، وصارت عاد بعدين الاتصالات الدوليه لما يكون لك احد عندكم ماسنجر زين عطني الاكونت مالك. فحبينا اليوم نتكلم عن اول مره مع الانترنت كيف كانت بالنسبه لك، كيف استخدمت هذه الخدمه وهذه التقنيه. اول حساب كان بالنسبه لك اول حساب الكتروني او اول نيك نيمز كما يسمونه في بعض المرات، المواقع الدردشه اللي كنت تدخلها، المنتديات وما ادراك ما المنتديات. كانت المنتديات في عز هذيك الايام، لما المنتدى ما ادري ايش منتدى للشعر، لا وكان صارت يعني منافسه ما بين المنتديات، تلقاهم يستقطبون مثلا اسماء يعملون حوارات او شخصيات، مثلا في باب للشعر، باب للادب، في باب مثلا للاقتصاد، باب وصارت قصص، وفي الصفحه العامه وبيع وشراء.
يعني وصار بعدين منتديات متخصصة لها, وصار اللي يصممون الصفحة يعني, وتدفع فلوس وكم ما أدري شنهم يعني. ولما يكون عد يعني اللي ينكسر الدنيا عنده منتدى خاص باسمه, حاط صورته كذا ويشوف الناس يتابعونه, ولا وفي مدير وفي أعضاء وفي رئيس الصفحة هذا, ولا وليطردونه ويصير مثلا يعني عقوب وكذا ويعملون, ولا إيش كلمة الرفع, رفع هذا بمعنى رفع الموضوع, ولا يجي هذاك المشرف على هذاك الصفحة يقول له ترى هذا الموضوع ما يخص هذه الصفحة, نقله للصفحة الثانية, وتبدأ تتهاوش أنت معه في الخاصة. يعني قصص مو طبيعية. الحين كل هذا تغير وصار عندك تليفون صغير وفي جروب, ولا ممكن تعمل عليهم بلوك وتسكر عليهم ولا تتابعهم ولا يتابعونك, وانتهت الحكاية. يعني أيام مختلفة. فنبغى نسمع مشاعركم تجاه هذا الموضوع مع أول مرة والإنترنت بالنسبة لك, كيف كان وشلون صار, وكيف كان شعورك لحظة لما تواصلت مع هذا الجهاز وبديت تتواصل مع الناس. حياكم الله. تكنولوجيا بتعلم كمبيوتر ويوفكم ما تعلم الواحد ويا سبح احلى ثواني كل ما تسمع ترجع ثاني ويا سبح احلى ثواني كل ما تسمع ترجع ثاني اول مره. طبعا اللي حبي يتواصل معانا على 2-4-6-9-8-1-5-1 هذا بالنسبة للاتصال المباشر. أما بالنسبة للمشاركة عن طريق الاسمس ممكن ترسلونا عن طريق الرسالة القصيرة على 90-4-5-6, وكذلك اللي حبي يشاركونا عن طريق الانستا لايف ويعطونا ذكرياتهم مع الانترنت كيف كان. والله العظيم في أحد للحين قاعد يقولي نفس الجملة, إنه يقولك النت مثل السلحفاة من زمان, أول هو مثل السلحفاة. يلا خلها على الله, إن شاء الله كذا تزيد السرعة خلال الأيام القادمة. معنا اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. محمد شخبارك؟ هلا أبو عبد, حياك الله الغالي, تفضل. تفضل, شخبارك طيب؟ بخير الله يسلمك وعافيك. من خلال العنوان اللي تزلوه للبرنامج البرنامج أول مرة, نعم, في نقطة أول شخصية معروفة تعرفت عليها زين, تعرف من هي؟ برجع الموضوع الحلقة أنا. زين إيش هو؟ من تتوقع الشخصية؟ أول شخصية تعرفت عليها ما أدري, مع الجمهور كامل الجمهور يسمع, أول شخصية معروفة عرفتها عبد الله السباح والتقيت فيه. عزيز وغالي, تشريف يا محمد. الله والله خليتني نجم. أرجوك صفقة يا جماعة, أرجوك. لا وما شاء الله عليه قدام الجمهور والجمهور يسمع. أنا متواصل مع عبد الله لحد الآن ومن أحلى الشباب كتار. عزيز وغالي محمد, بس ذكرني من محمد عاد الحين بيصرك على الخط. عزيز يا محمد, حياك الله الغالي, تسلم. برنامجكم حلو أول مرة, ما أذكر صراحة. الله يخليك, شكرا يا محمد, تسلم على الإطراء الطيب. ما قصرت, بجيك على الخط. عزيز حياك الله. طيب شكرا, ما قصرت يا هلا. على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يحب يتواصل معنا مباشرة, أما اللي يحب يرسل لنا رسالة نصية قصيرة على 90-4-5-6. وحلو واحد يمدحك على البداية, بداية مشوار الحلقة, يا الله شوي وطير. من هذا؟ بدأ الحسد أرجوك. على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونتكلم عن موضوع الإنترنت وكيف كان بالنسبة لك. إذا تتذكرون حتى الواجهة اللي كانت تطلع لك عشان تحط فيها اليوزر نيم والباسورد, ولا تذكرون كان في بطاقات عشان تحطها عشان تشبك, في بطاقات كانت تمنح من الشركات المشغلة للخدمة. لا 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 لا, هذاك بعد تمسحها, تدور الباسورد اليوزر نيم مالك الطويل, بعدين انت عاد لما تنسى وين راحت البطاقة او تدور عليها, او المودم مثلا محتاج ريستارت فقعد تدور الريستارت, يا الله, والكيبلات وين, ايوه. فيعني كانت قصة مو طبيعية, ولما تشوف تعمل ابديت وترجع الجهاز, ولا مثلا صار تهكر الجهاز مالك فتعمل له فورماتنج, ترجع مرة ثانية تعمل له ابديت فيضيع لك كل البيانات اللي كانت موجودة عندك, وقعد عد وتوصيلات وكيبل ما كيبل. الحين خلاص كله صار واي فاي, راحت وصارت الناس تتنافس الحين على السرعة العظيمة. فاصل وراجعين,
وكله تمام ونبيل الشايل. انا عارف انت جاي له من قبل ما تقول الكلام، لو تجرح قلبي وتخليه وانا راضي حبيبي كله تمام. انا عارف انت جاي له من قبل ما تقول الكلام، لو تجرح قلبي وتخليه وانا راضي حبيبي وكله تمام. ودي لعبتي حبيبي، انا من النهارده هقلب لك وش، معلش حكمت وفرضه. ودي لعبتي حبيبي، انا من النهارده هقلب لك وش، معلش 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 حكمت وفرضه. وكبيرك ست سبع ايام تيجي تترجعني ارضه. يقول لك اللحظة الأولى لها شعور مختلف. تذكر أول مرة دخلت فيها المدرسة، تذكر لما صار عرسك، تذكر لما كان يهنونك، تذكر لأول مرة تسمع فيها كلمة بابا، أول مرة تشغل فيها السيارة، أول مرة استلمت فيها الراتب، أول صورة تجي في ذهنك. تتذكر مرحلة طفولة مرت عليك شخصية ما تنساها، مثلا بطل معروف عالمي شفته لأول مرة كيف كان شعورك، نجم تعشقه وتحبه من طفولتك شفته لأول مرة، أول مرة في سفرة من سفراتك تتعرض لموقف ما تنساه، منظر لأول مرة تشوفه، مشهد في الحياة يمر عليك لأول مرة. هات حكايتنا أول مرة باختصار، أول مرة أول مرة. ليه بيقولوا الحب عسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب يغر عليا قد الدنيا فرح وشوع، ويا سبح أحلى ثواني كل ما تسمعك.
أول مرة. عطى شاتنج شاتنج الحبيب. جد هذه من أجمل النغمات، أذكر هذيك الأيام لما كنا نسمعها في الشاتنج. أيوة عاد لا لا لا، شوف الغريب لما كانت مفردة الشاتنج هذه انتشرت ما بين الناس، لما كان تبدأ مثلا جالسين شلة قبل ما كان ما كان في حتى تلفون حتى بس رن يعني نغمة فقط يعني أو مسج واتصال أو مسج وبعد نص يوصلك والنص الثاني يجيك إيه. ولكن أيام الإنترنت فكان لما تجلسون جلسة فتلقى ها أنت موجود في الشاتنج عندك ماسنجر، فتلقى في اثنين ثلاثة مدرين شو السالفة شو الموضوع شنو شاتنج إيش هذا اللي يتكلمون عنه هم إيش القصة. وهذاك يقول لك لا أنا عندنا انستغرام يعني مثلا كان عندنا ماسنجر وعندنا ما شنو النيك نيم اللي حاطه أنت لا، وتلقى ماسنجر اللون الخضر هذاك الدبين الصغار اللي صايرين ولو بعدين لما تطور وفي ماسنجر ما ادري ايش وماسنجر البلو ما المهم طلعت حركات. فانا كان اكثر شيء يضحكني المجموعه اللي يكون قاعده وانا كنت واحد منهم في مرحله من المراحل ما ادري ايش السالفه شنو شاتنج وشنو نكنيم وعن ايش هذين يتكلمون وبرايفسي وما ايش السالفه يا جماعه ايش الموضوع. حتى لما فتحت هذا الانستغرام في فتره من انا مو فاهم ايش الموضوع، بعدين بديت شوي شوي لا لا ولا لما كنت تنسى وانك فاتح انت اونلاين ما تدري انك ممكن تسكر وكنت تفت يعني او مثلا وفي نفس الوقت تكتشف مثلا انت قال حق احد انا مو خلاص انا بروح انام مثلا مع السلامة تصبح خير وانت عندك شغال اونلاين وانت مو داري انك باين انه فوق في اشارة كانت توضح انك انت على الهواء يعني او على الخط يعني تعلم الواحد ايام ايام الانترنت. على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي حيب يشاركنا عن قصصه وذكرياته مع الانترنت وخاصة ذكرياته الاولى في لحظة التعرف على هذا الجهاز وهذه التقنية الانترنت. ولما عاد بدل لما يطلعوا لك الناس اللي قاموا يشرحوا لك ايش هو الانترنت، الشبكة العنكبوتية نت هو الشبكة والانترنت الدخول الى هذه الشبكة، وطلعوا منها سوالف مع احترامي وتقديري لكل اللي قاعد يحاولون يعربونها مثل هذه الشغلات، ولكن هم سموها انترنت. الصانع هذه الخدمة او هذه التقنية سماها انترنت، خلاص اسمها انترنت، لا تقولوا لي شبكة عنكبوتية، هذا رأيي الشخصي. ولا لابتوب ولا مثلا زوم ان الكاميرا على 2-4-6-9-8-1-5-1 و 90-4-5-6 اللي يحب يشاركنا عن طريق الاس ام اس. وصلت الرسائل تقول كانت على الانستغرام كنت ارسل شخص راسل شخص عزيز وغالي وصار زوجي الحمد لله الله يتمم له المحبه ان شاء الله. اول مره استخدمت للانترنت لما جيت الجامعه لاني كنت اعيش في قريه ما حد كان عنده مثلا او ما توصل حتى كذلك الخدمه، وكانت القريه موجوده على قمم الجبال. نصر الحضرمي مشكور كثير يا نصر يعطيك العافيه. وكان في ناس عندهم عزوف عن استخدام الانترنت ويشوفونه وباء وانه داء وانه غزو ثقافي، فجاه في لحظه ليله وضحاها صار مدمن لهذه التقنيه، ومن شخص كان رافض لهذه التقنية بدأ يتعامل معاها وبشغف يمكن حتى صار خبير في هذا المجال. الحين طبعا التقنية مختلفة، صارت استخدام الانترنت بشكل مختلف. في كثير من الرسائل وصلتني كذلك عن الانستا لايف اللي يقول لي كنت أجمع فلوسي عشان أشتري البطاقة اللي بطاقة الشحن لاستخدام الانستا لايف. الكوتش سعيد البلوشي يقول يمسي علينا بالخير والعافية ويقول لك يعطيك العافية سعيد شكرا على المتابعة. أيضا مجموعة من الرسائل نتكلم اليوم، أحد يسألني يقول إيش الموضوع اليوم، كنا نتكلم عن أول مرة استخدامك للإنترنت. أحلى ذكريات صراحة فرحتي صار لي إيميل وأول شخص راسلني وفتح لي الإيميل شهاب بن صالح، واختفى الحين ما أعرف علومه لكن فرحة كثيرة جزاه الله خير. يعني شوف صدق ترى كان في ناس يعملوا لك الإيميل لأنك أنت ما تعرف الإيميل، ولا المضحك أنه لما يسووا لك الإيميل ويعمل لك باسورد أنت ناسي إيميلك ناسي الاسم وناس الباسورد تروح تتصل فيه فلان بالليل الإيميل إيش هو زين إيه بعد
وفي الباسورد هذا اللي عد اتوقع ما في احد ما عمل هذا الباسورد اللي هو 0123567 89. ما في احد ما سوى هذا. اسهل طريقة يا جماعة والله حرام. واللي عد اللي بدع 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 حط رقم تليفون بيتهم الاثنين. يعني هذا تمويه ارجوك. سبحان الله شوفوا الايام شلون قاعد تتغير كيف كان في نفس الوقت انه لما حتى يعني تمنح لك ساعة يقول لك بس ساعة على الانترنت ما في وقعدوا وراك مذاكرة وراك امتحان وراك ما ادري شنو. الحين وين سلامتك؟ انتهى الموضوع في 24 ساعة. لو في بعد فوق 24 ساعة يصير في ساعة يصير 25 ساعة في اليوم ممكن بعد تنأخذ هذه الساعة. سبحان الله. نايف المعمر يقول اول مره استخدم فيها النت كان شات على الواتساب والفيسبوك. سبحان الله هذا. لا انت جديد ما شاء الله عليك. انت ما لحق على الانستغرام. في كان برنامج بعد ثاني قصدي على شو اسمه الماسنجر في قبل بعد جهاز ثاني برنامج ثاني نسيت. المهم طلعت كثير بعدين برامج مشابهه للماسنجر للشاتنج الفيديو لحسابات كذلك غرف الدردشه وفي نفس الوقت اللي طلعت المنتديات اللي سوت خدمه التواصل كذلك نفس الطريقه المدونات نفس الطريقه اللي كل واحد كان من خلال هذه المدونه يعرف فيها عن نفسه يكتب مثلا الخطوط اللي هو يميل لها ان كان في المجال الادبي الثقافي الاجتماعي الفكري الطبي الصحي. فكانت في بعض المدونات كثير رائعة. أيضا لما ظهر الفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك. الفيسبوك هذه العلامة الزرقاء وكان الشكل العظيم المختلف اللي من خلالها تقدر تعرض صور لك وكذلك تقدر تتواصل مع مجموعة كبيرة على مستوى العالم. فكان أيقونة مختلفة. فاصل إعلاني وراجعين. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لو لاحظت ضعفا تدريجيا في الإبصار وغشاوة على العين وعدم القدرة على تحمل الضوء الساطع انتبه، فهذه أعراض النزول الأبيض. في مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوفر التقنيات العالمية المتطورة لإزالة النزول الأبيض بدون ألم وبدون غرز وباستخدام مخدر موضعي بأمان تام ودقة فائقة وفي أقل من 10 دقائق بأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعينيك ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط لتنبض حواسكم بالحياة. يهمني ان اطلالتي تعبر عن شخصيتي وبنفس الوقت يهمني اكون مرتاح سواء كنت في الشغل او مع الاصحاب. عشان كذي تيوبو رويال ميكس هي خياري. التميز الياباني بخبرة تزيد عن 100 عام ولهالشيء اثق باقمشة تيوبو ولا اختار غيرها. يوم ابغي تفصيل كندورتي سواء بالشتاء او بالصيف فهي فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة. متوفرة في الامارات عمان قطر البحرين الكويت والسعودية. تيوبو ideas and chemistry. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شوقي العب بفكري وزي
الواقي والعادل اللي نوابه ينكسر فاسه لا يمكن انه يحرضني على فراقي مسموح قلبي اذا بحبه كبر راسه جمع حبيبي واول واخر اشواقي والعادل اللي نوابه ينكسر فاسه لا يمكن يقول لك اللحظة الأولى لها شعور مختلف. تذكر أول مرة دخلت فيها المدرسة، تذكر لما صار عرسك، تذكر لما كان يهنونك، تذكر لأول مرة تسمع فيها كلمة بابا، أول مرة تشغل فيها السيارة، أول مرة استلمت فيها الراتب، أول صورة تجي في ذهنك. تتذكر مرحلة طفولة مرت عليك شخصية ما تنساها، مثلا بطل معروف عالمي شفته لأول مرة كيف كان شعورك، نجم تعشقه وتحبه من طفولتك شفته لأول مرة، أول مرة في سفرة من سفراتك تتعرض لموقف ما تنساه، منظر لأول مرة تشوفه، مشهد في الحياة يمر عليك لأول مرة. هذه حكايتنا، أول مرة، باختصار أول مرة، أول مرة. لدي يقولوا الحب أسية، لدي يقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا أدفت يا فرح وشموع، ويا سبح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني، ويا سبح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني، أول مرة.
خليتني وانا قاعد ادندن بيني وبين نفسي. عموما مسا عليك عموما مسا عليكم بالخير والعافيه لكل مستمعينا في كل مكان. وموضوعنا حلقه اليوم في برنامجنا اول مره مع الانترنت، خدمه الانترنت لما تعاملت معها كيف كانت؟ هل كان عندك اشتراك؟ هل كنت تروح عند جيرانكم؟ هل تعرفت عليه وانت في الجامعه او في الكليه بعد التخرج في مكتبك؟ هل كان عندك، في بعضهم كانوا يرسلون كانوا يجمعون فلوس عشان ياخذون الدفع عن طريق البطاقة، هذا النظام زي الشحن كذا. في نفس الوقت هل عندك كم نيك نيم كان موجود عندك، كم اسم مستعار استخدمت، كم صفحة أو كم منتدى شاركت فيه وكنت فعال أو قارئ أو متابع بصمت. في نفس الوقت دائما في مجموعة كذا تلقاه متابعين بصمت، قبل آلاف موجودين بس متابعين بصمت، لا ما يشارك ما يقرأ، بس زي اللي داعب لك نفس الحين في الفترة الأخيرة يعمل لك لايك، هذا يعني كلف على عمره هذاك اليوم. عموما كل اللي قاعد يتابعنا في هذه اللحظات، موضوع حلقة اليوم على 2-4-6-9-8-1-5-1، اللي يحب يشاركنا أول مرة مع الإنترنت كيف كان بالنسبة لك؟ حساب في الانستغرام او ايميل عملت، هل كنت حافظ الايميل؟ هل هو نفس الايميل؟ هل تغير هذا الايميل؟ طبعا كان هناك في الياهو، في الهوت ميل، بعدين في الجوجل جيميل، المهم تنوعت الاشكال والخدمة واحدة. مرحبا، السلام عليكم فاطمة، شو اخبارك؟ حيا الله عبد الله، مساء الخير. مساء الورد، يا مرحبا، حياك الله يا فاطمة. أهلا وسهلا، الله يرحم زمان ملح وسكر يا الشباح. سبحان الله، أيام ها. أيام، أول متابعة لهالبرامج كنت أقدم هالبرنامج. الله يخليك يا فاطمة، بشكورة كثير. وبعدين جيتنا في الليل، افتح قلبك وقلبت المواجع على الناس. سبحان الله، ما شاء الله أنت متابعة جيدة. والله كانت الإذاعة هي تحسيتنا أكثر من التلفزيون. الله يخليك يا فاطمة، بشكورة. ويخليك إن شاء الله، بس حبيت أسلم عليك. مشكورة يا فاطمة، تسلمين. أنا حسبت لما تقدم هالبرنامج ما تتلقى اتصالات ولا شيء، لا نستقبل اليوم. لا نستقبل اتصالات ونستقبل كذلك رسائل، وأيضا اللي يشاركونا عن طريق الانستلايف. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تسلمين. موضوعك تو سمعت عن الانترنت. أيوه. كيف الانترنت مع فاطمة أول مرة بصراحة كنا نخاف. زين. اي والله بصراحة يعني كنت بداياتي كان حتى ما في عندنا لا كمبيوتر في البيت ولا شيء. نضطر ان نروح لمقاهي الانترنت. نعم. فندفع فلوس. وكنا نخاف، يعني خلونا ان عالم مفتوح. صحيح. كنا نخاف، العالم مفتوح مخيف جدا. صدقتي. فكنا نعمل حذرنا حتى نخاف نسجل أسامينا. اي نعم، لازم يكون في اسم مستعار هذيك الفترة. وكملت علينا الشغلة في الدراسة ان نسجل طلباتنا للكليات والجامعات من خلاله. سبحان الله. اي والله، عاد انا هذه قلت لهم لا مستحيلة، هذا عفشتوا بيانات ارقام تليفونات. أيوة. والحالة يعني، واهلنا ما يعرفوا ايش معنى الانترنت. نعم. فمشينا حن شوية شوية، سوونا، ما قصرت الحكومة، سوت لنا دراسة الكمبيوترات في المدارس. نعم. بداياتنا. نعم. فلما كنا نشوف الكمبيوتر قدامنا وذاك الضخم والكيبورد ودخل السي دي من هنا، اوف اقولهم شو هذا، تو احنا شو نسوي بنفسنا تو الحين. بصراحة انا كنت انسانة مخيفة، يعني اخاف ان شيء اسمه انترنت لان اعطونا فكرة سلبية عنه. نعم. بس لما بدينا ندرسه، بدينا نعرف ايش معنى الانترنت، قلنا يخالف على زماننا. سبحان الله، انسانا خفنا، كنا نخاف من تلفزيون ابو عرشه نلفه من على السطح، وصلنا الحين نطالع التلفزيون في ايدنا احنا ونمشي. سبحان الله. بس الحمد لله امور الانترنت من بدينا نشتغل فيه سهلت علينا اشياء وايده. اشياء جميله جدا، واكتشفنا من خلاله ان عالم مو بس مخيف شكليا. نعم. لكن اللي يستخدمه ايجابيا حصل عالم حلو جميل. صحيح. جدا. صدقتي يا فاطمه، ومنبسط عليه باشياء كثيره. نعم. من خلال الانترنت عرفنا اشياء واحنا في غنى، احنا كنا نقول في غنى عنها لكن حصلناها محتاجينها. نعم. صدقتي هذا بالنسبه لي. اما الكترات، انا قلت لك تجربتي الاولى كنت انسان خوافه. اخاف جدا بس حبيت اسلم عليك. شكرا يا فاطمه، كنت اتابع برامجك. الله يخليك، باستمرار. تسلمي. لكن هذا اللي قمت تسوي لنا في الليل صراحة أقولها ما شريكتي، علينا دوامات نقوم ننام من بدري أحسن لنا. يا
سيدي يا سيدي يعطيك العافيه الله يخليك مني ووقت ممتع ان شاء الله الله يخليك مشكوره كثير يا فاطمه اتمنى لك ان شاء الله يسعدك اهم شيء اهم شيء لما تزوجت من اللي جاب لك الخنجر يوم كانوا يعزمونك لا من اللي حجز لك الخيمه والله الكوشه والله ترى كانوا يعزمونك احيدهم نعم صحيح والله في بعضهم وفي بعضهم ما قصر في بعضهم وفى وفي بعضهم متعرفين كلام جرايد انا بصراحه قلت ما عزمنا مش هناك المنظيفه عزيز الله يخليك خلاص زعلنا احنا ولا طرشنا حلوه يعني كنا متابعين لهم شجاعه على الفاضي كذا الله يخليك الله يسعدك ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه الله يخليك تسلمي شكرا شكرا تسلمي عليك تسلمي يعني شيء يسعد الخاطر لما تحس ان في مستمعين متابعين لك من اول برامج انت قاعد تسويها وانك يعني تحس ان رصيدك من الاعمال انها ما زالت في ذاكره المستمع وهذا شيء كثير حلو يعني لما ذكرت برنامج ملح وسكر من البرامج الممتعه والشيقه كانت بالنسبه لي ايضا فتره المساء البرنامج المسائي اللي كان في السهره ايضا كان برنامج يعتمد على شرح مواقف معينة حياتية إنسانية فمن كذا كنا حاطينا فترة الليل عشان الإنسان يكون كذا صافي بينه وبين نفسه حتى كنت أحاول كذا أعطي طبقة صوت هادية عشان نقدر نكون مساهمين في إخراج ما في النفس من ضائقة أو شيء من هالقبيل عموما مس عليكم بالخير والعافية اليوم حلقتنا عن أول مرة مع الإنترنت وكيف كانت حياتك مع الإنترنت في أول مرة الحين إحنا نستخدم الإنترنت حال كثير من الخدمات مثل التطبيقات أو الشبكات الانترنتية المختلفة وصارت يمكن أيقونة النت هذه ككلمة صارت مفردة قديمة يقولك لما حد يسمعونه ها عندك انترنت إيش عندك انترنت انتهت الكلمة هذه خلاص الحين ما عندك انستغرام عندك تويتر عندك تليجرام عندك شو اسمه عندك خدمه واي فاي هذا يمكن الخدمه الاهم يعني انت اذا بتعزم احد هاليومين تاكد ان خدمه الواي فاي تكون عندك شغاله جيده ولا ترى بيروحون عندك المعازيم على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يحب يشاركنا مباشرة على الهواء أو اللي يحب يتواصل معنا عن طريق الاسمس على 90-4-5-6 وكذلك اللي يشاركونا في الانستا لايف امس عليهم بالخير وعافيه نقول مساكم الله بالخير والعافيه فاصل صغيرون وراجعين لكم لا تروحوا لبعيد لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بيدي المونة ما كنت عني تغيب لا يوم ولا سنة وانت عز حبيب لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان الوجود اصلا والدنيا والاحلام انسك ده مش ممكن لو راحت الايام اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انسك ده مش ممكن لو راحت الايام اوعى في يوم تظن الحب ده احيا معك وبيك وعيش حبي فيك اندهلي لو مرات تلقاني بيدي بالشوق ولا
لهفة اندهلي وانا جيلك ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان ورسم معك طريق للعمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الكياش ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا بسمتي وهناي ديك الوجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يوم لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك اول مره ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام وحلقة اليوم زي ما قلنا لكم عن أول مرة مع الإنترنت وموضوع إن شاء الله يا رب يعني ينال على رضاكم وفي نفس الوقت يرجع لكم إلى حقبة حلوة الحقبة هذه حبيتها بصراحة بدأ يطلع يعني شوي من كتبه صدق حقبة أو حقبة المهم لمرحلة كذا في العمر كيف استخدمنا على قولة محمد الشميل مرحلة زمنية في استخدام الانترنت والتعرف على الانترنت معنا شخصية عزيزة لها مني كل التقدير والاحترام مؤخرا كانت مشاركة في مؤتمر أو ملتقى أو شيء خص جوجل وحبينا يعني بكرمها أنها تكون معانا في الدقائق القادمة أرحب بصاحبة سمو سيدة بسمة آل سعيد نقول لك مرحبا فيك جناب السيدة أهلا مساء الخير كيف حالكم خير الله يسلمك وعافيك يا مرحبا يعطيك العافية الله يعطيك العافية عبدالله صراحة تونسنا كثير اليوم أنا دفع ساعدك الله يخليك شكرا شكرا يعطيك العافية الله يا قولي لي كيف كان الانترنت مع السيدة بسمة الانترنت طيب الحين المشكلة الواحد لازم يرجع بالعمر وبعدين الواحد يكشف عمره مين عرف يا عبدالله لا أنا قلت جيل جيل الماسنجر أوكي حلو طيب أيوه جيل الامسن والماسنجر وإيش كان فيه عجيبة سبحان الله أنا بدت معاي صراحة بكل صراحة من التسعينات بدت معاي مع الويندوز 95 فأنا ما أعرف ليش كل ما أتذكر هذا الشيء أتذكر صوت الكمبيوتر أيوة حتى أنا في الوثائق يمكن ذكرت صوته أي نعم صحيح استغرب الحين إنه إحنا كيف كان عندنا الصبر هذاك الفترة الحين على طول ما عندنا صبر صحيح على طول الإنترنت هذا ليش صحيح أمانتل بلا 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 هذاك الوقت كان سيمفونية أي صحيح يعني الواحد أول شيء يشغل ال أول شيء السبيكر يشغلها أي نعم صحيح يشغل الكمبيوتر نعم بعدين هذاك الأصوات الغريبة اللي الميكانيكية أيوة الواحد مثل ما قلت يقدر راح يجهز له غدا هذاك بعد يشتغل أيوة. بعدين الصوت بعدين فجأة كأنه واحد فتح خزانة علي بابا فجأة والانبهار يعني أنا ما أعرف ليش أتخيل بس مثل شخصيات الكرتون كذا العيون لما تكبر إنه انفتح يا سمسم أحس يعني وكنت أتذكر والدي كان مرات يخصص لنا وقت يعني ما كان عندنا الحرية إنه مثلا نجلس فكنت أحس هذيك الدقائق عجيبة ومثل ما ذكرت يعني كذا ما أنا كنت أحبه بالأشياء وأبوي يحس إنه أنا يعني واجد منبهرة بهذا العالم قال لي ليش ما تدرسي كمبيوتر ساينس مثل ما ذكرت وكان أصلا ما شيء أريد أدرسه بس قلت يلا معلش طبعا ما كان له دخل أبدا بكل الحلاوة اللي شفتها قبل كلها كانت حساب
وعلوم فقتل كل الحب. بس بعدين انتقلت مثل ما قلت للماسنجر. وعشان انا كنت ادرس خارج السلطنه فكنت اتواصل كثير مع صديقاتي او اهلي من خلال ذاك. سبحان الله ذكرتني الشباك ذاك كذا يقفز. ايوه سبحان الله. فوين وصلنا الحين؟ شوف كيف سبحان الله. زين تحسين كل يوم شيء جديد. زين تحسين لو ترجع خدمة الانترنت هذيك سمعنا اياها هذيك الصوت المؤثر عنكم اياها. اي عندنا احنا عملنا بحث كذا حتى وصلنا هذه. جد دقائق. يا سلام. يا تخيلي انت لو ترجع سيمفونية ممكن تستحملين هذا؟ لا 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 يعني كل ما تقدمنا كل ما صبرنا قل. نعم صحيح يعني شوف زمان كيف أنا ما قادر أستوعب يعني مدى. لا وكان في شيء في الأردن أنا جاي في الأردن الإنترنت كافيه. أي نعم صحيح مقاهي الإنترنت صح. الواحد يروح ويدفع مع كمية ناس ويجلس هذيك الساعة منبهر. الحمد لله صراحة على ما وصلنا إليه اليوم. الحمد لله. ترى حتى الفيسبوك صحيح بداية السوشيال ميديا عندي أنا يعني غير الإنترنت كانت تمام. لما كنت على فكرة أنا لاحظت يبدأ معي لما كنت خارج السلطنة مرات. نعم كنت أريد أتواصل مع أهلي لأن ذيك الفترة توني متزوجة وأريد أوريهم وين أنا ساكنة. فكان فيسبوك. نعم وأعرف من اتزوج في عمان. نعم صحيح. من مرض ومن صحيح من صحيح. فكل مرحلة لها حالاتها. صدق هذيك حالاتها صراحة ذاك الصوت مش هذا هذاك الزمن. نعم صحيح. الله يعطيك العافية. الله يعافيك جناب السيدة. أنا سعيد كثير بالمشاركة وأشكرك مرة ثانية كنت تقبلتي دعوتنا وأتمنى لك إن شاء الله. جميلة اليوم كلكم بتستانسوا إن شاء الله. هذه حقبة فعلا الحمد لله عجيبة. بعد نسوي تليفونات عبد الله. إيه إن شاء الله إن شاء الله من حلقة من الحلقات. شكرا ما قصرتي. بشكر تحياتي للأسرة. شكرا الله. إذن كانت معنا جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد شاركتنا زي ما قلت لكم مؤخرا كانت مشاركة من خلال إلقاء وجهة نظر بما يخص استخدام الجوجل أو التقنية الحديثة فحبينا تكون لها طلة من خلال برنامجنا. في هذه اللحظات يمكن أشكر حبيبنا وزميلي وصديقي أحمد العثمان. أنا وأحمد كنا نروح. أحمد حاليا يحضر دكتوراه في المملكة المتحدة في بريطانيا وكان الشيء اللي ضحك الحين قاعد أشوفه قاعد يرسل لي شغلة. فكنا نروح مقهى انترنت في المقهى الانترنت اللي كان يديره واحد من السودان صديق وعزيز يعني الله يذكره بالخير إذا كان موجود في السلطنة وخارج السلطنة. فيقول كان الانترنت يقطع يشتغل ويقطع. تعرفوا لما نكون متحمسين كذا مثلا قاعد داخلين منتدى أو ماسنجر أو فكان مثلا لما يشتغل كون مستانسين فجأة يقول انقطع الخط. نقعد احنا نضايق شوي بشرة سارة رجعي الخط. احنا كانت كلمة بشرة سارة هذه يعني الحين الخط رجع برا ثانية. فكانت سهرتنا هذيك الايام لا مقهى مال قهوة ولا جلسة في بيته. احنا السهرة مالتنا كلها تكون في المسجد لا ونكون جنب بعض ونتراسل بعد. ايام حلوة لما ما تلقى احد يتراسل في المسجد. ايام حلوة. محمد يعطيك العافية. لا يقول ايه بشرة سارة وفي بشرة ضارة. بشرة ضارة يعني انه بينقطع بعد شوية. شكرا يا احمد. محمد شو اخبارك؟ يا هلا والله بخير الله يسلمك. والله انت صراحة اليوم يعني فعلا شديت انتباهنا كلنا وخضيت عواطفنا ومشاعرنا الايام زمان. تسلم يا محمد. يعني فعلا هذا اللي تقدر تقولني برنامج يلمس المشاعر فعلا يعني هذا الحلقة يعني. وطبعا حلقات السابقة وغيرها أشكرك دائما متميزة. تسلم يا محمد تسلم. قصة طبعا الاتصال اللي كان قبل شوية كفت ووفت يعني في الذكريات الجميلة والماسنجر والحركات وخاصة هذا المربع اللي يطلع خاصة لما تكون
تنتظر حد اوكي تنتظر انزين وتظل طول الليل قاعد تنتظر انه هذا الحد اوكي بين قوسين حد انزين اوكي انه يدخل واول ما ينط هذا المربع كذا جنتين انه دخل يعني هذاك الشعور طبعا يعني ايش اقول لك عنه شعور ما ينوصف طبعا يعني فطبعا ذكريات الشاتات والمنتديات وغيره وغيره ما الى اخره والماسنجر بلاستيك بدا والحركات كثيره يعني فانا كان ادماني عليه قوي جدا يعني درجه تحول لهوايه من هوايه تحول مثل ما تقول لي ايش يسميها يا ربي اللي هي مش حرفه يعني شيء اقدر اسويه يعني تحول بعدين لبزنس تحول بعدين لمجال عمل ما شاء الله بعدين طبعا بسبب ظروف العمل الاخرى يعني ابتعدت عنه لكن ما زال في الدم والقلب ما شاء الله ما شاء الله والسيمفونيه اللي شغلتها قبل شويه يعني فعلا 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 غمضت عيني اتذكر هذيك شاشه الكمبيوتر هذيك الضخمه الكبيره اللي ورا كذا يعني ماخذ نص مساحه الغرفه الحمد لله طبعا على التطور اللي وصلنا فيه الحين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومشكور على حلقتك الطيبه شكرا شكرا تسلم تسلم يا محمد مشكور كثير وصلتني الرسالة بصراحة من الرسالة اللي ضحكتني يقول أول شاتنج لي كان في مواقع مجالسنا وكنت أروح مقهى انترنت في هذيك الفترة والمشكلة كان في النكنيم بالنسبة له يعني لأن ما كان عندي فكرة شنو يعني نكنيم فاخترت اسم والماشي عاد إيش هو اختار لكم الاحترام والتقدير البغام يقول من باب الفرفشة يعني أنا اخترت هذا الاسم والضحك فقط لأني عرفت أن مستحيل شخص يعرفني من النكنيم اللي هو اختاره وإلى الآن موجود هنا سبحان الله تلقى للحين يقول للآن موجود وصرت مشرف قسم الفرفشة والضحك في هذاك الوقت ودي أشارك باتصال قاعد يقول بس أخاف ما أمسك نفسي من الضحك مشكور كثير يا أسامة على الذكريات الحلوة وخليتني من فرفشة هذا شكرا شكرا يا أسامة تسلم وماكو مثلك ونوال الكويتية أكو مثلك أنا أقول ماكو مثلك أكو مثلك ألقى مثلك أكو مثلك لا حجاك اللي اسمها ألقى مثلك لا نظر لي نظر لي أتبعك أكو مثلك لا حجاك اللي اسمها ألقى مثلك لا نظر لي نظر لي أتبعك أحضن بيافي وأسمي عليك قرمشت عيني لحظة كم عونك عليك كم عونك عليك انت ساحرني نعم انت أسرني نعم أسرني نعم مع ماذا بروحي أسمعك وأتبعك أنت ساحرني نعم أنت أسرني نعم مع ماذا بروحي أسمعك وأتبعك أتبعك أكو مثلك ينتهي يومي بصوتك ينتهي يومي بصوتك
صوتك حتى حلمي لي حلمت وانا بين الناس اسالف واتضحك حتى بحكي كل ما انت انت ساحرني نعم انت اسرني نعم مع هذا بروحي اسمعك واتبعك ومساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام. ما شاء الله أحس أن الذاكرة عند كثير من المستمعين بدأت ترجع الحين بما يخص موضوع الإنترنت وذكرياتهم مع استخدامها. ممكن لما سمعناهم مجموعة من النغمات مال الماسنجر وفي نفس الوقت الويندوز والإم إس إن أو الإم إس إن أيوة صدقوا أنا حتى في بعضهم نسيتهم يعني والله جد يعني الياهو أذكره الهوت ميل كان أذكره بعدين صار الجيميل خلاص سيطر على كل حاجة الصفحات البحث أذكر الجوجل كان توه هذيك الأيام يعني هنا الحلو أنك لما تتذكر أشياء شنو كنت أنا أذكر حتى بعض المرات لأن كنت أنسى السبيلينج مال اليوزر الاسم مالي بعض المرات انساه لان في المنتديات يعني مسوي لك اسم مستعار اي لان ايش كنت مسوي لي اكثر من اسم في المنتديات مثلا عشان يعرفون اني ما ادري ايش مو انا واحد ثاني تحس بعدين لما تشوف انه في لك متابعين تكشف عن شخصيتك على كل لحظه الاكشن يعني نقول مرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسامه ايش اخبارك الحمد لله تمام عزيز وغالي بصراحة ضحكني يا سامي أنت تريد تورطني والله ضحكني جد ذكريات زين الحساب مجالسنا للحين موجود موجود أنا بعد حاطة هذيك الصورة ولد طفل كذا صغير وشعره كذا كشة يمشي ولابس حفاض زين لا والله شوف هي الفكرة وإيش اللي صار كان أهلي وربعي يعني يتكلموا شاتنج أنا ما عندي فكرة أيوة فكنت هذيك الفترة أنا مخلص الثانوية وإنترنت زمان كان ما في يعني في البيت نادر تحصل بيت في إنترنت ولما نروح نحن نشبك تعرف أنت صعب وما تحصل يعني لاين فياخذ وقت فنحن كنا نروح مقهى إنترنت فأنا قلت أنا أروح أسوي اشتراك في هذا الموقع أساس أني أشوف هذه الربعي كيف يعني أفاجئهم يعني أيوة. فكنت ما أعرف يمكن يوم كامل أنا بس فقط أسوي اللي هو نكنيم يوم يوزر يعني كيف أدخل فاللي صار قلت أنا نحظى ليش ما أسوي نك يكون يعني مختلف مؤقت على سنين لحد ما اعرف كيف استخدم هذا الموقع والشاتنج فاخترت هذا الاسم كان اي اسم زين اي اي مجلس انت كنت لا هذا في موقع مجالسنا هذا اقدم موقع عماني اوكي لا بس انا قصدي في اي مجلس لان فاتح الحين موقع مجالسنا انا في مجلس اللي هو الفرفشه والضحك الفرفشه اصدقاء المره زين كمل هو النك النيم موجود نعم. انا انقطعت عنه يعني اي نعم ايوه
فالمهم فصرت في هذه الفترة يعني مشرف لي هذاك القسم بالكامل كده حلو. مع الأخ بدر الندابي كان مدير الموقع هو ما شاء الله الموقع كده لحد الحين يمكن الله يعطيك العافية ايوه بعد لما صرت مشرف وكذا عن الموقع فبعض المشرفين كان اسم الدلع يدلعوني تعرف انت الاسم اللي اخترته انا شوية صعب الواحد فكان اسم الدلع واحد منهم يقول لي بغبغ بس وين هذا كان في 2000 تقريبا ثلاثة كذا ايام زمان شكرا شكرا يا وسام ذكريات الله يسعدك ان شاء الله الله يسعدك مشكور يا وسام تسلم تسلم يا الغالي احسن ما قصرت يعني جد بجد والله الواحد يكتشف بعدين انه حاط اسامي انه الحين كيف انا اخترت هذاك الاسم بس تخيل انك تتحول بعدين تصير مشرف او مدير هذه الصفحه وخاصه زي ما قلت لكم لان جت مرحله ان المنتديات وصفحات المنتديات كانت واو يعني ازدحام وصارت في بعض المنتديات ان تنباع وصارت منافسة حتى على المستوى الوطن العربي وكانت تقام بعض المرات مؤتمرات أو ندوات أفضل منتدى ويحصل جائزة ويعني وجوائز يمنحون أذكر حتى لما جت بطاقات حياك إن يسوون زي المسابقة وتفوز بطاقة أو رصيد أو شيء من هالقبيل يعني هذا كله زمان المنتديات الحين طبعا تغيرت وصارت بأساليب مختلفة وصارت ممكن في بعضها ما زال قائم وفي بعضها اختفى مع مرور الزمن زين ورجعنا لكم زي ما قلنا لكم اليوم حلقتنا عن أول مرة مع الإنترنت اللي يحب يتواصل معنا مباشرة إن كان عن طريق الاتصال المباشر على 24698151 أو الرسالة النصية القصيرة على 90456 معنا الاتصال مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله السلام عليكم وعليكم الله بخير الله بالنور والعافية حيا الله أبو أحمد عثمان كيف الصحة طيب بخير الله يسلمك عافيك ومساكم الله بالخير كل المستمعين الله يخليك تسلم يا مرحبتين كيف النت معاك قول لي أول مرة مع الإنترنت أحمد كيف كان أول مرة مع الإنترنت تصدق حقيقة يعني أول مرة مع الإنترنت اللي أتعرف على الفيسبوك وأتعرف على الشباب كانت هنا. أمريكا أيوة في 99 أوكي هذه يعني انفتحت على الإنترنت هنا. وهذا الإنترنت يعني أنت يعني بمعنى مثلا لما كانوا يفتحوا لي إيميل في الجامعة يعني إيش إيميل بريد إلكتروني إيش هذه الإي هذه أيوة. كيف زين اختار اسم اختار رقم اي رقم اختار زين يعني عارف يعني اعصر دماغي كذا وبعدين اختار رقم اقول يلا رقم تليفوني اللي في عمان رقم ما ادري ايش يعني شغلات زي كذا وبعدين عارف بعد كذا سنه حد من الشباب من الاصدقاء يقول لي افتح لي ايميل او بعد سنتين ثلاثه كذا في زياره كذا وعارف اللي حاس يعني انا عارف تعال افتح لك يقول لي زي كذا اقول له لا مو كذا اختار كذا اسم احسن لك اثنين كذا وحط له رقم كذا يقول لي ايش هالرقم اقول له هو الانترنت او الكمبيوتر يعني عموما الانترنت يعطيك خيارات يعني عارف صاير فاهم يعني صحيح خبره يعني زين عجبتني القصه بشرى سارة بس شوف السودان الله يذكره بالخير اخونا العزيز كان يكون بشرى سارة صدق احنا لا منتظرين يعني عارف اللي جالسين النت مقطوع وانت رايح ما انت شو تسوي يعني عشان تطلع على النت تقول كل شويه يعني كل نص ساعه ولا شغله ينقطع عارف اللي طب انزين ها انتظرنا بعد شوي بشرى سارة انقطع الانترنت لا حول ولا قوه بشرى سارة رجع للجاي يا سيدي الله يسعدك ان شاء الله اتمنى لك يوم سعيد انزل اكثر شيء تشتاق له ايام الانترنت ايش اول انطلاق الانترنت ايش هو ايام زمان يعني اي نعم يعني حاجه من الانترنت تشتاق لها الحين ما اتذكر اعطيني كذا يعني الماسنجر على يعني حلوه الاضاءات حبيتها يعني كنا سؤال صعب
زين ايش ال... اوكي ايام الماسنجر وشغلات هاي تشاتينج هذيك الايام يعني كان حاجه عالم جديد كذا نتكلم تشاتينج وتكلم ناس لا تعرفهم كان شغله جديده كذا الحين خلاص يعني حتى لو تقول لي سوي تشاتينج اي صح اي صح يعني عارف شغله خلاص من الزمن الماضي يعني يا سيدي الله يسعدك مشكور كثير تسلم ما قصر شكرا للزميل احمد عثمان الله يسعدكم انتم على المواضيع الحلوه اللي تسعد البشر وتسعد الناس وربنا يوفقكم يا رب الله يخليك تسلم من خلال احمد نقول موضوع حلقه اليوم عن اول مره مع الانترنت كيف تعرفت عليه كيف استخدمته هل كان لك عده اسماء ولا اسم واحد تم اختياره هل تعاملت على طول مع الايميلات ولا احد عمل لك هذا الايميل فتحت لك حساب في الماسنجر المهم كيف استخدمت هذه التقنية لحظة دخولها لأول مرة في عالمك الخاص فاصل وراجعين أنا سكوتي ذهب يوم القصايد كلام أهز بيض الورق ويطيح منها قصيد حركت غصن المشاعر لين طار المنام ومرت طيوفك وسرتني لدرب بعيد أنا سكوتي ذهب يوم القصايد كلام أهز بيض الورق ويطيح منها قصيد حركت غصن المشاعر لين طار المنام ومرت طيوفك وسرتني لدرب بعيد تعال يا حب أعيشك حب مليون عام تعال كل عرق وريد يعذب من الماء ورق من الندى والغمام حرام اضمى غلاتك وانت للقلب سيد بداية وانا نجم بسمك يا اول الحب وانت يا القديم الجديد سولف تفاصيل حبك وانا كلي غرام كل ما انتهت سالفة قلت بالله عيد انا عشقتك بداية وانا نجم بسمك يا اول الحب وانت يا القديم الجديد سولف تفاصيل حبك وانا كلي غرام كل ما انتهت سالفه قلت بالله عيد تعال يا حب اعيشك حب مليون عام تعال تعال واسكن حبيبك كل عرق وريد انا خفوقي بقربك مرتوي ما يضام انا ارتوي ذاك محبه وقلت بالله زين سكوتي ذهب يوم القصايد كلام احس بيض الورق ويطيح منها قصيد حركت غصن المشاعر مشاعر
لين بحر الهيام ودي أسافرك وارحل بك لعالم بعيد يصدق الناس فيه دنيا كلام وزحام ودي أعيشك في دنيا وانت فيها وحيد تموج بالمشاعر لين بحر الهيام ودي أسافرك وارحل بك لعالم بعيد يصدق الناس فيه دنيا كلام وزحام ودي أعيشك في دنيا وانت فيني وحيد تعال يا حب أعيشك حب مليون عام تعال واسكن حبيبك كل عرق وريد لو للمحبة تجيب رماح وإلا سهام أعيش بتراب حبك واندفن به شهيد إذاعة الشباب من سلطنة عمان بالهمة العالية والعزيمة الصادقة نمضي في طريقنا لعمان بالخير مشرقة صباح الشباب صباح الشباب عين على الصحافة درب السلامة صباح المدارس مع الحدث حول العالم بين السطور حالة الطقس معلومة على الطاير تكنو صباح الصحة صباح الشباب والرياضة بورصة وغيرها الكثير في صباح الشباب على إذاعة الشباب من الأحد إلى الخميس مع راشد السعدي وأسعد الرئيسي صباح الشباب من السادسة والنصف إلى العاشرة صباحا على إذاعة الشباب من سلطنة عمان ليلة خميس ليلة خميس فيها إذا طاب الهوى للرماميس طعم اللقاء غير مع حديث النواميس ليلة خميس ليلة خميس فيها الطرب ويا السمر وأحلى سهر وأغلى بشر فنان بإبداع الجميل ليلة خميس ليلة خميس فيها إذا طاب الهوى للرماميس طعم اللقاء خير مع حديث النواميس وغناوي مع الألحان تدق النواقيس ليلة خميس كل خميس من الثامنة إلى العاشرة مساء على إذاعة الشباب مع عابدين البلوشي سهرة جماعات الفنون من كل الصور طيب الطرب منثور ورود وزهر على هوانا فيها المميز والجديد حصري ويانا مزيد فيها المميز والجديد حصري ويانا مزيد على الشباب وقتك بريد والليل سهرتنا وليت ليلة خميس ليلة خميس فيها الطرب ويا السمر واحلى سهر واغلى بشر الشباب إذاعة الشباب من سلطنة عمان لو لاحظت ضعفا تدريجيا في الإبصار وغشاوة على العين وعدم القدرة على تحمل الضوء الساطع انتبه
فهذه أعراض النزول الأبيض. في مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوفر التقنيات العالمية المتطورة لإزالة النزول الأبيض بدون ألم وبدون غرز، وباستخدام مخدر موضعي بأمان تام ودقة فائقة، وفي أقل من 10 دقائق بأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعينيك، ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم. ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أيا كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. يهمني أن إطلالتي تعبر عن شخصيتي، وبنفس الوقت يهمني أكون مرتاح سواء كنت في الشغل أو مع الأصحاب. عشان كذي تيوبو رويال ميكس هي خياري. التميز الياباني بخبرة تزيد عن 100 عام، ولهالشيء أثق بأقمشة تيوبو ولا أختار غيرها. يوم أبغي تفصيل كندورتي سواء بالشتاء أو بالصيف، فهي فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة. متوفرة في الإمارات، عمان، قطر، البحرين، الكويت والسعودية. تويوبو ideas and chemistry. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر جبال، تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري. تغير حالي المنهام طيوف الحب لأفضل حال، تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري. رعاك الله يا ذكرى ليالي لي تمر البال، تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري. تغير حالي المنهار طيوف الحب لأفضل حال، تباعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري. أنا العاشق عشاك الشمس والقمر الأفراح والأرباح والفايض
مرة. دائما يقول لك اللحظة الأولى لها شعور مختلف. تذكر أول مرة دخلت فيها المدرسة، تذكر لما صار عرسك، تذكر لما كان يهنونك، تذكر لأول مرة تسمع فيها كلمة بابا، أول مرة تشغل فيها السيارة، أول مرة استلمت فيها الراتب، أول صورة تجي في ذهنك. تتذكر مرحلة طفولة مرت عليك شخصية ما تنساها، مثلا بطل معروف عالمي شفته لأول مرة، كيف كان شعورك؟ نجم تعشقه وتحبه من طفولتك شفته لأول مرة، أول مرة في سفرة من سفراتك تتعرض لموقف ما تنساه، منظر لأول مرة تشوف. هات حكايتنا أول مرة كل يوم اثنين من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء مع عبدالله السباح ومحمد لشملي. ليكي يقولوا الحب أسية، ليكي يقولوا شيء ودموع، أول أول مرة. ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، وإلى موضوع حلقة اليوم عن أول مرة مع الانترنت. أهلا 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 أحمد البوسعيدي، يعطيك العافية، الغطاس والمغامر والرحالة، عزيز والي لك وحشة يا أحمد، يعطيك العافية. أيضا أحب أقدم تحية لكل قاعد يتابعون عن طريق الأنستا لايف، أشكركم كثير على رسائلكم الطيبة وكلماتكم الحلوة، ونقول تحية لإخواننا الصم، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله بخير، أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد يا رب، إن شاء الله دائما تكونوا مرتاحين مرتاحين وبخير وعافية. وصلتني رسالة أيضا، شكلهم المتابعين لمنتديات مجالسنا، قاعد يقول الأسامي نحول حارس الأشواق، الملك الكندي، الفيلسوف، أبو لينا، داود الخطاب، خالد، أف حلوة هذه، على أيام مجالسنا. شكرا السباح، شكرا، يعطيك العافية، أتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق وكل المنتديات اللي كانت في هذه الأيام وما زالت بعضها على بقول قيد الحياة. حلوة قيد الحياة، لأن في منتديات خلاص يمكن الناس نستها وتناستها. يعطيكم العافية لكل من قاعد يتابعنا في هذه اللحظات عن طريق الأثير، أو اللي قاعد يسمعنا عن طريق الهواتف الذكية، أو اللي قاعد يسمعنا ويشاهدنا من خلال الأنستا لايف. نقول لكم يعطيكم العافية وحياكم الله، ومنورين معانا مع موضوع حلقة اليوم عن أول مرة استخدامك للإنترنت، ذكرياتك معه، الحساب الخاص لك أو النكنيم اللي اخترته لنفسك، وضع الإيميل، أصوات الخاصة بالإنترنت في هذاك الزمان، إن كان الصوت الخاص لما تفتح الويندو يشتغل الجهاز، وفي نفس الوقت صوت الماسنجر، صوت النغمة ما تنشبك على خط الإنترنت. عموم كثير من الأشياء اللي كانت لها ذكرى في استخدام الانترنت في الماضي، وشلون تغيرت الحياة خلال 10 سنوات، شلون كثير من الأشياء من التسعينات إلى الحين، تقريبا الحين 20 سنة 25 سنة، شلون تغير وصار من انترنت داخل البيت فقط، صار الحين تمسكه في يدك من خلال جهاز. ظهور الفيسبوك، بعدين فيسبوك طبعا سيطر فترة، بعدين ظهر الماسنجر، قصدي الانستغرام، بعدين طلع التويتر، والحين سناب شات، ورجعنا مرة ثانية الانستغرام والانستا لايف، وما يندرى ايش اللي جاي في الطريق الحين. يعني المهم اول مرة استخدامك للانترنت كيف كان، ومع من، كيف استخدمته، هل عرفت، هل صنعت لنفسك ايميل، هل هو نفس الايميل اللي كان موجود معك في السابق ولا تغير. أبشركم أنا نفس إيميلي، من لحظة ما فتحت الإيميل هو نفس اللي كان في الهوت ميل ولا كان في الياهو، ثم تحول إلى جيميل. على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي حبي يشاركنا ويتذكر معانا هذه الذكريات الحلوة. وصلت مجموعة كثير من الرسائل عن طريق الأنستا لايف، يقول أول مرة أصعد المسرح له ذكريات. إحنا ما نتكلم عن الموضوع، ولكن نتكلم عن استخدامك للإنترنت، هو حلقة اليوم، واللي حبي يشاركنا عن هذه الذكريات الطيبة، كيف كان أول استخدام له للإنترنت. كثير من الناس قاعد يتكلمون
اللي قالوا لك انه نجمع فلوس عشان الاشتراك، في نفس الوقت اللي قاعد يقول انا استخدمت الانترنت وما كنت عارف معاني المصطلحات مثل النيك نيم او اليوزر نيم او الباسورد، هذه بعض الاسامي اللي كانت الناس، مثل لما طلع الهاشتاج، لما كلمة هاشتاج هذه طلعت في البداية كثير الناس ترى ما استوعبت ايش يعني هاشتاج، لما تقوله يعني خطين يعني زين هذا ايش يسوي، زين هالهاشتاج يعني جد، بعدين الناس بدت تستوعب ان الهاشتاج هذه وسيلة، خليك من الشكل انت، انه على الاخوان المصريين يسمونه شباك، الشخطتين هذين اللي مسوي لك زي المربع، ان هي وسيلة لتثبيت موضوع او لتثبيت عنوان، عاد لما طلعوا لك بعدين هاشتاج فلان اندرسكور اندرسكور، هذا عاد الشخطة هذيك اللي الناقص يعني جد. هذه المصطلحات يمكن في بداية اول ما تسمعها كانت صعبة بالنسبة لك، ولكن مع مر الوقت صارت عادي، اندرسكور ما ادري ايش دوت ات، يعني هذه كلها كلمات. ومثلا ها يعني في احد دخل الحساب مثلا هذا يعني نغمات وهالسوالف، جد يعني لما نتذكرها يعني في اشياء كثيره الحين لو انا ممكن بعددها، بس كل مره تجي في بالي مشهد او تجي في بالي لحظه من لحظات الانترنت، ولا www. هذه كانت عنوان الكتروني، بعدين قالك لا شال الدبليو، ممكن تحط العنوان او الاسم اللي انت تبحث عنه، يعني كان في طقوس، في اشياء لازم تستخدمها الانترنت بشكل صحيح، الكيبل اللي توصل فيه الجهاز، السماعات، الكاميرا اللي تحطها على الجهاز، بعدين شوي صارت الشاشة، اذا تذكرون كانت الشاشة هذيك المربع اللي تقول تلفزيون ايام 65 بوصة، بعدين صارت الشاشة المسطحة، عاد لما صارت هذه الشاشة المسطحة ونوزنها خفيف، وشوي صار اللابتوب هذا عاد كان عالم عظيم، شلون انه لابتوب انه اخذه معاي، عاد الفل يعني الفلتة انك لما تروح مطعم او مقهى وماسك اللابتوب مالك عشان يا جماعة شوفوا ترى انا عندي لابتوب، لا وعندي مودم لاسلكي اقدر اتواصل مع الناس من خلال الانترنت بدون المودم الموجود داخل البيت، وكان حجمه كذا يعني زي اليو اس بي او شيء زي الفلاش كذا تركبه وتستخدم الانترنت، بعدين صار الواي فاي وانتهى الموضوع، ولا واذا كان في جهاز فيه الوايرلس او في جهاز ما فيه الوايرلس فهنا معاناة. في نفس الوقت اذا تذكرون اول اذا كنا بنخزن معلومات او بيانات ما كان في فلاش، في فلوبي ديسك هذاك الاسود اللي تقول كنا شريط كذا مسطح، لا ورقيق شوي انكسر ولا ده في فيروس خرب عليك الجهاز، وكان فلوبي ديسك معفن، يمكن معلومات الموجوده فيها مجرد صور وعبارات، ولا مثلا. وفي نفس الوقت بعض المرات زي ما يقول محمد انه ما يكمل يعني مساحته ضيقه، او مثلا انت مخزن معلومات او مثلا محاضره مالتك او البرنامج اللي انت عملته عن طريق الباوربوينت ونزلته على الفلوبي ديسك، رحت شغلتها على جهاز ثاني يقولك لا الفيرجن هنا غير، انت 97 الويندو وهذا 95 ولا اكس بي، بعدين طلع الاكس بي، فهنا كانت معاناة ما تتخيلونها، خاصة الجيل الجديد اللي ما مروا بهذه الاشياء. يقول اول مرة ادخل النت دخلت شات نور عمان، يقول كان بالنسبة كان التشفير في ايوه، بعض مرات كذلك تكون النيك نيم مالها مشفر في نفس الوقت وما حد يقدر يدخل الباسورد مالك، المهم قصص حكايات مع الانترنت وبداياته، وخاصة لما الناس بدأت تعامل معه. قراءة الصحف يا الله، كان في ناس عندها هوس قراءة الصحف، يقولك أنا أقرأ الصحيفة العالمية قبل ما توصل عندنا هنا في البلد فأدخلها من خلال موقعهم الإلكتروني، فعالم النت عالم جد عالم كان، ولحظة مو طبيعية لما تقدر تتواصل مع العالم وتأخذ مصدر معلومات إن كانت طبية صحية اجتماعية ثقافية أدبية، كلها ضغطة زر تتواصل مع العالم جد أول مرة. مشاعر وشريم مشاعر تشاور في وقتها مسافر مشاعر
تموت وتحيي مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر الشباب من سلطنة عمان استوديو الفن استوديو الفن أنتم على موعد من الأحد إلى الأربعاء مع تفاصيل الفن والفنانين وأعظم موسيقاهم فقط على إذاعة الشباب من الخامسة وحتى السابعة مساء.
إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أول مرة دائما يقول لك اللحظة الأولى لها شعور مختلف. تذكر أول مرة دخلت فيها المدرسة، تذكر لما صار عرسك، تذكر لما كان يهنونك، تذكر لأول مرة تسمع فيها كلمة بابا، أول مرة تشغل فيها السيارة، أول مرة استلمت فيها الراتب، أول صورة تجي في ذهنك. تتذكر مرحلة طفولة مرت عليك شخصية ما تنساها، مثلا بطل معروف عالمي شفته لأول مرة، كيف كان شعورك؟ نجم تعشقه وتحبه من طفولتك شفته لأول مرة، أول مرة في سفرة من سفراتك تتعرض لموقف ما تنساه، منظر لأول مرة تشوف. هذه حكايتنا أول مرة، كل يوم اثنين من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء مع عبدالله السباح ومحمد لشمل. اللي يقولوا الحب أسية، اللي يقولوا شجن ودموع، أول حب يغر عليا يا فرح وشموع، ويا سباح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني، ويا سباح أحلى ثواني كل ما تسمع ترجع تاني. شفت برق اللاح أمس صوب وشاح في الدجاوة الضاح ومسوي شعري، شفت برق اللاح أمس صوب وشاح نوره الوضاح ومسوي شعري، شدني جدوى براق سنا اللي فلا بنسى خلي مستحيل، شفت برق اللاح أمس صوب وشاح نوره الوضاح ومسوي شعين، شدني جدوى براق سنا اللي فلا بنسى خلي مستحيل. حبيب الروح ودو المجروح كم عليها نوح من وقت طويل، يعني الدار هيود براق ورعود بوي كايل سود والمضمر نحيل، هو حبيب الروح ودو المجروح كم عليها نوح من وقت طويل، يعني الدار هيود براق ورعود بوي كايل سود والمضمر نحيل، لاح وشاح ونسوي شعيل، براق سنا
طويلة وطان ويديم زمان تعزم الغدران والبطحة تسيل شفت برق اللاح أمس صوب وشاح نوره الوضاح ومسوي شعيل تر طويلة وطان ويديم زمان تعزم الغدران والبطحة تسيل شفت برق اللاح أمس صوب وشاح نوره الوضاح ومسوي شعيل نوره الوضاح ومسوي شعيل فلا بنسى خلي مستحيل بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام البرنامج ومحمد الشميلي اليوم ابتسامته بكسر الدنيا اتمنى لكم يا رب يوم سعيد ودائما كذا النت عندكم يكون عالي والواي فاي ما شاء الله يكون ضارب اتمنى لكم ان شاء الله من خلال حلقه اليوم لان موضوع حلقتنا كان عن اول مره مع استخدامك الانترنت كان زعلان وسالت عموما اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد ونشوفكم ان شاء الله في حلقه القادمه حياكم الله بعد الصباح محمد الشميلي اسمعونا على خير مع السلامه علينا يا حبيبي ما علينا من كلامنا ما كنا درينا ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلامنا